أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج جديد، برنامج انطلاقة. النهاردة أول حلقة في البرنامج، وأتمنى إن احنا ننطلق مع بعض ونشوف البرنامج هيدخلنا من خطوة لخطوة إزاي نقدر نغير في أنفسنا، إزاي نغير في الأسرة حوالين مننا، إزاي نقدر نغير في مجتمعنا ككل. برنامج انطلاقة، برنامج عن التنمية البشرية، بيساعدنا ان احنا مش مجرد بس بناخد كلام، لكن ناخد الكلام دوت ونطبقه فعلا، بيدينا تجربة وتدريبات حقيقية نقدر نستخدمها في حياتنا لإفادتنا وإفادة غيرنا. تعالوا نشوف مع بعض كده هوت أول حلقة اللي هي بتتكلم عن إدارة الوقت. كتير قوي مننا بيقع في مشاكل بسبب موضوع إدارة الوقت، بمعنى كل ما تيجي تكلم واحد يقول لك ايه، انا معلش وقت ضيق، وقت مزنوق، مش لاقي حتى وقت اقعد فيه مع اولادي، مش لاقي وقت ازور قرايبي او ازور اصحابي. طيب ليه مدير لأكبر مجموعة شركات بيقدر يلاقي وقت، وفي حين إن ممكن يبقى موظف بسيط سوري موظف بسيط وبرغم كده هوت مش لاقي وقت يقعد فيه حتى مع أولاده؟ ليه بيحصل كده هوت؟ ليه لما ببقى عايز أعمل حاجة بقعد اشتغل فيها ليل ونهار وفي الاخر خالص تطلع الحاجه دهيت ملهاش قيمه؟ هل المشكله في الوقت ولا المشكله فينا احنا؟ مثلا يعني ممكن ناخد واحد بيحكي بيقول ايه، بيقول يومي كان صعب، اكتر من 12 مكالمه، حضرت 3 اجتماعات، ورتبت مجموعه كبيره من الورق بتاعي، رديت على 5 تساؤلات من زملاء جوهم مكتبي وكانوا بيسألوني، وكان في مشكلة، كان في مشكلتين، وكنت مشغول اليوم كله، وفي نفس الوقت حسيت اني لم انجز شيء، حسيت ان الوقت عدى بيا وما قدرتش اعمل اي حاجة. ليه كده هوت؟ تخيل انت لو في بنك بيديلك 86,400 جنيه ويقول لك الفلوس دهيت لازم تخلصها في نفس اليوم، ما ينفعش تستثمرها، او بمعنى صح ما ينفعش تأجل منها لتاني يوم، ما ينفعش تخزن شوية وتقول هستعملهم في وقت تاني ابقى محتاجهم، ما ينفعش ان انت تأجل فيه. لو عدى عليك الساعة 12 خلاص اي رصيد باقي ليك بيروح، يا ترى هتعمل ايه؟ هل هتقدر تستثمرها كلها فلوس دهيت ولا هتضيع منك؟ نفس الحكاية، ربنا مدينا 86,400 ثانية، ليه بتكفي عند ناس وناس تانية لأ؟ ليه ناس بتبقى محتاجة فوق اليوم يوم تاني، يقولك يا ريت اليوم بتاعي كان 48 ساعة ما كانش 24 ساعة؟ ليه كده؟ في عالم من العلماء اسمه جون ماكنزي بيقول ايه، لا يوجد شخص لديه الوقت الكافي، بيرجع بعد كده هو بيقول ايه، ولكن مع ذلك كل شخص لديه ما هو متوفر من ذلك الوقت. وبيسأل بيقول يا ترى المشكلة في الوقت ولا المشكلة فينا احنا؟
الحل لازم أن يبقى فيه إدارة فعالة للوقت. لما أقدر أحافظ على 15 دقيقة كل يوم، عارفين ده معناه إيه؟ معناه إني بضيف لنفسي 13 يوم كل سنة. طب أنا لو قدرت أحافظ على وقتي أو أدبر من وقتي، بدل ربع ساعة نص ساعة. الربع ساعة ده هيت ممكن تضيع مني فين؟ بتفرج على التلفزيون ونسيت نفسي، خرجت رحت في مكان معين والوقت اتأخر بيا، قعدت أحكي مع زمايلي والوقت خدني. الأوقات اللي زي كده هوت أنا لو قدرت أجمعها تعمل معايا قد إيه؟ فأنا لو جمعت 30 دقيقة معنى كده هوت إني أقدر في خلال السنة أجمع 26 يوم. 26 يوم ده معناه إيه؟ تقريبا شهر. طيب لو قلنا متوسط عمر الإنسان 60 سنة، يبقى معنى كده هوت إني أقدر أجمع 60 شهر. 60 شهر أنتوا عارفين يبقوا كام؟ يبقى 5 سنين. لو عندي وقت 5 سنين أقدر أعمل فيهم إيه؟ أسمع عن بعض الناس قدروا يحققوا ماجستير أو خدوا الماجستير بتاعهم في 3 سنين. فمعنى كده هوت إني أقدر أستغل الوقت ده هوت في حاجة تانية مفيدة بالنسبة لي. في معانا فيديو صغير نبص عليه كده هوت ونشوف. الفيديو ده هوت بيحكي عن نفس الكلام اللي أنا قلته من شوية، إن لو ربنا مديلك 86,400 ثانية ازاي تقدر تستثمرهم. وبعد كده بيبتدي يدخلنا على نقطة تانية، انا مش عايز احرق لكم الفيلم بس نتفرج عليه سوا. لو في بنك بيحط في حسابك كل يوم 86,400 دولار ولا يستمر من يوم الى يوم، كل ليلة يلغي الباقي من المبلغ اللي انت ما قدرتش تستغله او ما قدرتش تستخدمه، هتعمل ايه؟ لازم هتسحب كل سنت موجود فيه. المبلغ ده هو بيسمى الوقت. كل يوم الصبح بيبقى ليك 86,400 ثانية. كل ليلة تكون خسرت الوقت اللي انت ما قدرتش تستثمره. غير كده هو الوقت اللي هيعود تاني. الخسارة بتبقى خسارتك انت، انت اللي ما قدرتش تستغله. مفيش عودة للماضي، مفيش تخطيط للمستقبل، لازم تعيش الحاضر. عشان كده الحاضر بيسموه ايه؟ بريزنت. بريزنت يعني هدية، ربنا بيديلك هدية كل يوم الوقت ده. هنا والآن عايزين نعرف بقى قيمة الوقت بالنسبة للإنسان. يعني قيمة اهو عشان تدرك قيمة سنة واحدة اسأل طالب رسب سنة دراسية. تدرك قيمة شهر واحد اسأل أم ولدت طفل غير مكتمل النمو. عشان تدرك قيمة أسبوع واحد اسأل رئيس تحرير مجلة أو جريدة أسبوعية. عشان تدرك قيمة ساعة واحدة اسأل شخص فاته القطر. عشان تدرك قيمة ثانية واحدة اسأل شخص بالكاد تجنب حادثة. الثانية الواحدة دي ممكن تؤدي بحياته. عشان تدرك قيمة ملي ثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الفضية في الأولمبياد. الوقت لا ينتظر أحد. أمس تاريخ، غدا لغز احنا ما نعرفوش، لكن اليوم هدية. عشان كده هو بيتسمى الحاضر. يبقى الحاضر بريزنت. بريزنت معناها جفت او معناها هدية. ربنا مدينا هدية النهاردة نقدر نستغلها ولا نسيبها تروح علينا. هو ده هو اللي الفيديو عايز يقوله لنا. خلاص. طيب معنى كده هو ايه؟ معنى كده هو ان لازم نستغل
حياتنا بصورة طبيعية، أو نستغل كل لحظة من لحظات حياتنا. في قاعدة بتقول لك إيه؟ أحد أسوأ استخدامات الوقت إنك تفعل شيء ما بشكل جيد مع إنك لا تحتاج إلى فعله على الإطلاق. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني أقعد أشتغل في حاجة وأحاول أعملها بصورة جيدة وفي نفس الوقت أنا مش محتاجها. يبقى كده هوت اسمي عملت إيه؟ ضيعت الوقت. في عالم ألماني اسمه جوتا قال لك إيه؟ الأشياء التي تهمك، يعني الأشياء المهمة بالنسبة لنا، يجب ألا تكون تحت رحمة الأشياء ذات الأهمية أقل. يعني ما يبقاش عندي مهمة كبيرة وضرورية ومحتاجة وآجي أشتغل في حاجة تانية أهميتها مش مهمة. خلاص؟ طيب من هنا بقى نبتدي نخش على مفهوم إدارة الوقت. إيه هو مفهوم إدارة الوقت؟ هو محاولة ترويض الوقت وفرض سيطرتنا عليه بدل ما يفرض هو سيطرته علينا. عشان كده في مثل بيقول لك إيه؟ الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعه. هي الاستفادة من الوقت المتاح والمواهب الشخصية المتوفرة لدينا. ليه؟ عشان نحقق المهمة أو نحقق الأهداف بتاعتنا. عشان كده هو في مثلث بيسمى مثلث القوة زي ما احنا شايفين في الصورة. ثلاث حاجات مرتبطين ببعض، الوقت والأهداف والمواهب. لو أنا عندي وقت وعندي هدف معين بس ما عنديش مواهب، ما عنديش خبرة كفاية، هقدر أنجح؟ طبعا لا. طب لو عندي وقت وعندي مواهب لكن ما فيش هدف معين في حياتي، هقدر أنجح؟ لا. طب لو عندي مواهب وعندي أهداف لكن ما عنديش وقت، زي واحد عايز يفتح مشروع كبير هو ما عندوش وقت وفي نفس الوقت ما عندوش هدف، هيقدر ينجح؟ طبعا لا. عشان كده هو لازم نبقى عارفين يعني ايه هدف، ايه الهدف اللي هو في حياتنا، الهدف ده هو شروطه ايه. طيب هل في فرق ما بين الهدف وما بين الحلم؟ في فرق ما بين اني اقول عايز اطلع القمر وما بين ان اقول عايز اعمل مشروع معين؟ ايه الفرق؟ ايه هو تعريف الهدف؟ زي ما موجود في الصورة، تعريف الهدف انه لازم أن يبقى سبيسيفيك او محدد، لازم الهدف بتاعي يبقى محدد، انا عايز اعمل ايه. خلاص. تاني حاجة يبقى ميجرابل. يعني ايه ميجرابل؟ يعني قياسي، اقدر اقيسه. انا عايز اعمل مشروع معين، من وقت للتاني باجي بشوف نفسي انا وصلت لحد فين من المشروع ده، هون انا خلصت 10% منه، 20%، 30%، وقفت لحد فين. ماشي. بعد كده هوت ايه ابليكابل اللي هو يمكن تحقيقه. اي هدف في حياتي عشان يبقى هدف لازم ان تبقى حاجه ممكن تحققها، ما يجيش حاجه مستحيله واقول ايه، واقول ده الهدف بتاعي. طيب احنا قلنا ايه المفروض يبقى؟ سمارت. سمارت اختصار للكلمات دهيت، اس سبيسيفيك، ام ميجرابل او قياسي، اي ابليكابل او يمكن تحقيقه، ار رياليستيك، لازم الهدف بتاعي يبقى مرن، لازم ما بقاش زي واحد دماغه ناشفة، او معنى صح ايه، منشف حاجة معينة ما تحققتش يبقى خلاص ابوظ الموضوع. لا، ما ينفعش، لازم أن يبقى الهدف بتاعي مرن، يعني قابل للزيادة والنقصان. غير كده هوت لازم يبقى تايمد. التي تايمد، تايمد معناها محدد بوقت. انا عايز انجح في الثانوية العامة، طب عشان انجح في الثانوية العامة هاخد الثانوية العامة بعد قد ايه؟ بعد سنة، بعد اتنين، بعد خمسة؟ لازم أن يبقى متحدد بوقت. عايز انجح في الثانوية العامة السنة دي. تمام. اخر حاجة بلس. بلس دي معناها ايه؟ معناها ليه، ليه انا مختار الهدف ده؟
عايز ايه من الهدف ده؟ انا عايز انجح في الثانويه العامه. طب عايز انجح في الثانويه العامه ليه؟ عشان اخش جامعه، عشان اخش معهد، عشان اخش كليه معينه في دماغي. هو دوت اللي ايه، ليه الهدف. يبقى الهدف بتاعي سمارت بلس. خلاص. طيب عشان نعرف ندير الوقت، مش لازم نبقى عارفين خصائص الوقت ايه؟ هو ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. خصائص الوقت، اول حاجة اغلى شيء الواحد بيملكه، اغلى شيء الواحد بيملكه. ليه؟ لان بدون الوقت خلاص حياتك فين. تاني حاجة، الوقت بيمر بإيقاع ثابت وعنيد، 60 ثانية كل دقيقة، و60 دقيقة كل ساعة، و24 ساعة كل يوم، و7 أيام يعملوا أسبوع، و4 أسابيع يعملوا شهر، و12 شهر يعملوا سنة، والسنين ده هي اللي هي عمر الإنسان. فما اقدرش ازود او انقص في اي حاجه منهم. يعني ما اقدرش اقول الساعه 66 ثانيه مثلا، لا، او 66 دقيقه، او وهكذا. ماشي. فما ينفعش ان اعيده مره تانية الوقت ده. ما ينفعش اشتري المزيد منه مهما كنت ثريا، ولا يمكن اكتنازه او استعارته أو سرقته أو تغييره بأي شكل كان. من بين الموارد المتاحة يكون الوقت أقل مورد تستطيع فهمه. في قاعدة بتقول الشخص الذي تراه في نفسك هو الشخص الذي ستكون عليه. يعني الشخص اللي أنت حاطط هدفك عليه، أو الحاجة اللي أنت حاطط هدفك عليه، هو اللي أنت هتكون فيه. يعني مثلا إيه، واحد من صغره عايز يبقى مهندس، فلو هو حاطط في دماغه ان فعلا هيبقى مهندس، هيجي في نهاية التعليم بتاعه ويبقى فعلا مهندس. ليه؟ لان الحاجة اللي الواحد بيحطها هدف ليه هو دوت اللي بيبقى عايز ايه يوصل لها. طيب عشان اعمل ادارة ناجحة للوقت لازم يبقى فيه فاعلية. يعني ايه فاعلية؟ يعني مش مجرد بس ان انا بعمل وبحقق وبنجز الوقت بتاعي في حاجة مفيدة، لأ، لازم أن تبقى فيه فعالية. فعالية يعني إيه؟ يعني لازم أن يبقى فيه كفاءة كمان في الوقت بتاعي. يعني أقدر أنجز الحاجة في وقت أقل وبأعلى كفاءة. ماشي؟ عشان يبقى فيه فعالية للوقت، عشان تبقى فيه إدارة ناجحة للوقت، لازم فيه خطوات معينة بمشي عليها. إيه هي؟ أول حاجة هيئة الطاولة. يعني إيه؟ يعني لازم أهدافي تبقى واضحة. في عالم اسمه نابليون هيل بيقول إيه؟ يوجد مهارة لا يمكن الاستغناء عنها إذا أردنا النجاح. إيه هي بقى؟ وضوح الهدف، ومعرفة ماذا نريد والرغبة الجامحة لتحقيق ذلك. هقول لكم قصة عن الموضوع ده. هو كان في مرة 2 مهندسين اتصالات رايحين يصلحوا احد المحطات فوق عمارة. العمارة دي مكونة من 38 طابق. المهم راحوا، وبعد ما طلعوا العمارة جه واحد بيقول لزميله ايه، بيقول له انا عندي ليك خبر حلو وخبر وحش. قال له قول. قال له احنا وصلنا او طلعنا العمارة. طب وقال له ايه الخبر الوحش؟ قال له المحطة اللي احنا جايين نصلحها مش على العمارة دي، هي على العمارة اللي جنبينا. معنى كده ايه؟ ان الهدف مش واضح بالنسبة لهم. لو واضح بالنسبة لهم كانوا سألوا الاول قبل ما يطلعوا العمارة. فلازم يبقى فيه وضوح ليه؟ للهدف. دي أول حاجة، هيئ الطاولة أو وضح الهدف بتاعك. أنت عايز تبني عمارة، ماشي، أنهي عمارة؟ في أنهي حتة؟ وأنهي أرض؟
لازم كل ده هو تبقى محدد، لازم أن في إجراءات معينة هتاخدها. كل ده هي إيه اسمها، هيئ الطاولة، جمع كل الحاجات المرتبطة بالموضوع بتاعها. خلاص، يبقى أول خطوة قلناها هيئ الطاولة. تاني خطوة، خطط لكل يوم مسبقا. يعني لازم يبقى في عندي في حياتي تخطيط، بدون التخطيط ما يبقاش في إدارة للوقت. بمعنى ان لازم أنا احدد ايه الحاجات اللي انا محتاجها، هعملها ازاي، ايه الخطوات اللي هنجزها في كل يوم. كل يوم مفروض في عندي 1 2 3 هعملهم، يبقى هم ده هم الايه اللي هركز عليهم. لكن انا لو قلت في عندي 10 خطوات ومفروض يتعملوا على 3 ايام ولا 4 ايام، وجيت في اول يوم وعملت جزء من اليوم الرابع وجزء من اليوم، بعد كده هو تلاقي الدنيا اتلخبطت. صح؟ عكس لما ابقى ماشي كل يوم بيومه واعمل فعلا الخطوات بتاعته، يبقى اسمي خططت فعلا ليه؟ لمستقبلي، او خططت للحاجه اللي انا عايز انجزها. خلاص؟ عشان كده هو ماكنزي بيقول ايه؟ بيقول العمل بدون تخطيط سبب كل فشل. عايز تبقى ناجح في حياتك، او ناجح في التخطيط بتاعك، ابعد عن الفشل وخطط فعلا لمستقبلك. بيقول لك الفشل في التخطيط هو بداية الفشل. ماشي، كل دقيقة بتقضيها في الفشل في التخطيط من بيوفر لك من 5 إلى 6 دقائق، من 5 إلى 10 دقائق عند التنفيذ. كل دقيقة بنقضيها في التخطيط بتوفر لي من 5 إلى 10 دقائق عند التنفيذ. طيب كده قلنا خطوتين، أول واحدة هيئ الطاولة، تاني واحدة خطط لكل يوم مسبقا، تالت واحدة طبق قاعدة 20% 80% أو بيسموها قاعدة باريتو. خلاص؟ ايه قاعدة باريتو دي؟ بتقول لك اي 20% من المشروع حققتهم او من نشاطاتك حققتها وانجزتها، بتحسب 80% من نتائجك. ابدأ بالاعمال الكبيرة وفي انجازها ستجد دافعا كبير لانجازه، بعدها ستجد ان انجازك لمهمة كبيرة سيسهل عليك إنجاز المهمة الصغيرة بفعالية ووقت أسرع. رابع حاجة، رتب أولوياتك، اتبع قانون الكفاية المفروضة اللي هو بيقول إيه، لا يوجد وقت كافي أبدا لفعل كل شيء، ولكن دائما في وقت كافي لفعل الشيء المهم. عشان أعمل إدارة وقت لازم أتبع حاجة اسمها جدول أيزنهاور. إيه الجدول ده؟ هنشوفه على الشاشة دلوقتي، اللي هو مهم وعاجل، او مهم وغير عاجل، غير مهم وعاجل، او غير مهم وغير عاجل. الاخيرة ده هي اعمل لها ديليت، يعني امسحها. لما انا برتب حاجتي بشوف ايه المهم وعاجل، هو ده اللي لازم ننفذه دلوقتي. ايه المهم وغير عاجل، ده ممكن اعمل له ايه ديلي او اجله. غير مهم وعاجل ده لازم انا اعمله ايه ديليجيت، يعني ايه افوضه، اديه لحد تاني يخلصه. ماشي. خامس خطوة بقى، اللي هي حدد مواطن اختناقك وخفف منها، اللي هي مضيعات الوقت. الحاجات اللي بتسبب ضياع الوقت بتاعتك ايه، دي تخلص منها. رقم 6، اضغط على نفسك، اعمل كأنك يجب ان تنهي كل مهامك الرئيسية النهاردة، وبالتالي هتقدر لما تضغط على نفسك هتشوف ايه الحاجات اللي ناقصة عندك وتتخلص منها، او الحاجات اللي انت مش محتاج لها قوي وهتتخلص منها لان انت ايه عايز تخلص. رقم 7، مارس التأجيل او التسويف الايجابي. رقم 8، انجز المهام او المسؤوليات
اللي هو التنفيذ وايه والفعل. قطع المهام الكبيره ولحاجات صغيره وابتدي بيها. تخيلوا دوت لو معايا دورق، والدورق ده هو عندي حاجات كبيره اللي هي المهام الكبيره، وعندي حاجات صغيره لازم املى بيهم الدورق ده. الدورق اللي هو الوقت، لما احط الحاجات الصغيره هل هلاقي مكان للحاجات الكبيره؟ طبعا لا. لكن انا لو ابتديت بالحاجات الكبيره اكيد ما بين الحاجات الكبيره دهيت في فراغات، فلما اجي احط الحاجات الصغيره ابص الاقيها ايه نزلت ما بين الفراغات. هو ده هو اللي بنقول عليه، ابدا بالمهام الكبيره، بعد كده المهام الصغيره هتلاقي لها مكان جوه المهام الكبيره دهيت. اتمنى نكون استفدنا، ونكون فعلا قدرنا نعمل اداره لوقتنا. اتمنى ان معلش هو وقت الحلقه بيبقى صغير، لكن موضوعات زي كده بتتشرح في 8 ساعات وممكن اكتر من كده كمان، بيبقى فيه تدريبات عمليه عليها، في اختبارات معينه لقياس كل واحد يقدر او بيقدر يحافظ على وقته بمقدار قد ايه. كل ده بيبقى في تدريبات في المركز، غير الحلقه بتاعت التلفزيون اللي بتبقى قصيره. اتمنى لكم السعاده، واتمنى فعلا ان احنا نبتدي ننفذ ونقدر نعمل تخطيط جيد لوقتنا، ونقدر نلاقي وقت للاجتماعيات في حياتنا، ونقدر نلاقي وقت نقعد فيه مع اسرتنا، ونقدر نستفاد فعلا ونستثمر كل جزء من الوقت بتاعنا. شكرا وإلى اللقاء.